الرحمن الرحيم. الإنسان الذي يملك القدرة على ترك بلده إنسان قوي له إرادة مستقلة، تستطيع هذه الإرادة أن تقول له اترك بلدك، اترك عواطفك، اترك أقربائك، اترك أصدقائك، يخرج من كل ذلك جميعا إلى بلد نائم بعيد، لأن لك طموحا وإرادة يلزم عليك أن تحققهما. فالإنسان الذي يملك القدرة على الهجرة إنسان قوي الإرادة، إنسان له فاعليته في الحياة، إنسان ليس ابن بيت، أي ليس ابنا تربى داخل أربعة جدران ولا يستطيع الخروج من هذه الجدران الأربعة. هكذا ما كان، ولذلك سمحت له إرادته بالهجرة. أما لو كان إنسانا خاملا، إنسانا فاشلا، إنسانا معطلا وعاطلا، ما كان يستطيع أن يخرج من بلده وأهله وعواطفه ومشاعره إلى مثل هذه البلاد. فمثل هذا الإنسان يعتز به الشخص ويفتخر، كأنه إذن أمام أفراد يملكون إرادة حرة. وبطبيعة الحال الهجرة تذكرنا بمن هاجروا قبلنا. أول من هاجر في الإسلام مجموعة على رأسهم جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام. جعفر بن أبي طالب أول من هاجر على رأس مجموعة من المسلمين إلى القارة الإفريقية، لأنه وأصحابه وسائر المسلمين كانوا يعيشون تحت الإرهاب، وتعرضت حياتهم للخطر، فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يركبوا البحر ويهاجروا من الحجاز. بالفعل هاجروا من الحجاز إلى الحبشة، ولكن لحقهم الطلب. جعفر بن أبي طالب وجماعة من المسلمين هاجروا من الحجاز إلى الحبشة، ولكن عمرو بن العاص وجماعة من أهل مكة لحقوا به. فلما وصل جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة ذهب إلى الملك وأعلن نفسه لاجئا سياسيا إن صح التعبير، اعتبر نفسه وجماعته لاجئين سياسيين. تعرض جعفر بن أبي طالب في طريقه إلى ملك الحبشة لتجربة هي من أقصى تجارب المسلمين في التاريخ، ولكنه صمد. تلك التجربة أنهم وصلوا إلى مكان كانت هنالك سلطة غير مسلمة. هذه السلطة بطبيعة الحال تعرفون نظام القبائل التي كانت في تلك الأيام، نظام القبائل التي كانت تتعايش في تلك الفترات كان نظاما قاسيا، وبالأخص هذه القبيلة التي مر بها جعفر بن أبي طالب ومجموعته من المسلمين. رئيسهم كانت عادته أن كل فرد دخل عليه
يلزم عليها أن يقبل جبينة، وحيث لم يكن مسلما رفض جعفر أن يقبل جبينة باعتباره كافرا. فقالوا لجعفر: إذا لم تقبل جبين هذا الرجل أنت وجماعتك فإنكم ستعرضون للموت بأقصى ألوان الموت. قال: أما أنا فأفضل الموت على أن أقبل رأس العلم. العلم هو الكافر غير العربي. الكافر غير العربي تطلق عليه كلمة العلم. ذلك الرجل استعرض جعفرا وقومه أي ومن معه، وأتى بالقدور الكبار ونصبها على التفائل وأشعل تحتها النيران ووضع فيها الزيت، والتفت إلى أحدهم وقال: قبل رأسي. ذلك الرجل قال: لا أقبل رأسي. أمر أن يلقى به في الزيت المغلي حتى تفرق لحومه عن عظامه، ثم التفت إلى جعفر وقال: قبل جبيني، وإلا فعلت بك ما فعلت بهذا الرجل من أصحابك. قال جعفر: لا أقبل. ذلك الزعيم زعيم القبيلة الذي وجد مثل هذا الصمود في هؤلاء النفر من الناس يفضلون أن يموتوا بهذا الشكل على أن يتنازلوا عن أدنى مبادئهم، لأن تقبيل جبهة رجل كافر ليس شيئا يفضل عليه الموت، ليس كفرا وليس خروجا على الدين وليس تمردا على الدين أو إنكارا لله أو أي شيء من هذا القبيل. تحير الرجل: هل يلقي بهم جميعا في قدور الزيت أو يتركهم ويتنازل عن نخوته؟ سكت قليلا ثم قال لجعفر: إذا قبلت أنت وحدك جبيني فإنني أبرأ عنك وعن جماعتك الموت. عند ذلك اختلفت جماعة جعفر، بعضهم قالوا له: قبل جبينة تنقذنا جميعا من الموت، وبعضهم قالوا له: لا تقبل جبينة ونحن كلنا على استعداد لتحمل الموت. عند ذلك قال جعفر: أما وقد أصبح دم غيري في رقبتي فإنني سأقبل جبينه. لو أنا وحدي كنت ما كنت أقبل جبينه لنفسي، أما حيث أصبحت أمثل نفسي وغيري فحيث إذا قبلت جبينه يبرأ الموت لا عني فقط وإنما عني وعن مجموعة. في مثل هذه الحال أقبل جبينه، وقبل جبينه بالفعل، وتركهم ذلك الرجل ذلك الزعيم في اتجاهه، ولكن مجموعة جعفر بقيت تعيره لفترة طويلة وتقول له: أخوفا من الموت قبلت جبين العلم؟ فكان جعفر يقول: لا والله لا خوفا من الموت، وإنما لأن دماءكم أصبحت في رقبتي. وإلا جعفر كان على استعداد لتحمل الموت دون أن يقبل جبين ذلك العلم. ثم مضى جعفر بن أبي طالب حتى لحق بملك الحبشة يوم ذاك. عند ذلك طلب منه اللجوء السياسي لنفسه ولمجموعته. الملك سألهم: ما أنتم وما قصتكم
ولماذا هاجرتم من بلادكم الى هنا؟ فقال جعفر ان الله بعث فينا نبيا من اواسطنا فامنا به فانكر قومنا علينا ذلك فخشينا على انفسنا وامرنا نبينا بالهجرة الى بلادنا. قال على الرحب والسعة انتم في بلادكم، ولكن الطلب لحقهم. جاء عمرو بن العاص على رأس مجموعة وذهب الى الملك وطلب من الملك، وكان اسمه النجاشي، طلب من النجاشي ان يسلم اليهم جعفرا ومن معه. عند ذلك الملك قال لعمرو بن العاص وجماعته انتظروا قليلا، ثم ارسل على جعفر وعلى جماعة جعفر فجاءوا جميعا. فالتفت الى عمرو بن العاص امامهم لانه عمل محضرا مشتركا من الجانبين حتى يعرف هو ما الامر الواقعي. التفت الى عمرو وقال ما هؤلاء ولماذا تركوا بلادهم؟ قال انهم قوم سفهاء يدعون ان الله بعث فيهم نبيا، وذلك النبي سفه آلهتنا وأفسد شبابنا وكذب قادتنا، فلذلك أردناهم أن يعودوا إلى ملتهم فأبوا، فهربوا من بلادهم فجاءوا إلى هنا. فالتفت النجاشي إلى جعفر وقال وأنتم ماذا تقولون؟ قال جعفر إن الله بعث فينا رسولا من أنفسنا يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويدعونا إلى نبذ الأصنام وعبادة الله الواحد الأحد. قال النجاشي هل جاء لكم نبيكم بكتاب؟ وكان النجاشي مسيحيا. قال جعفر نعم. فقال النجاشي اقرأني من كتابكم، أي اقرأ لي من هذا الكتاب الذي أتى به نبيكم. فجعل جعفر يقرأ من سورة مريم، وبطبيعة الحال كان جعفر ذكيا في اختيار المناسبة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلى آخر الآيات. ثم التفت النجاشي إلى جعفر وقال ما قولكم في عيسى ابن مريم؟ قال إن إلهنا يقول في كتابنا أنه كان نبيا وآتيناه الحكم صبيا. ثم قرأ هذه الآية فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يبترون. فلما قرأ هذه الآيات جمعت عينا النجاشي وقال والله لا أجد فارقا بين دينكم وديني إلا كهذا، وأشار بيده على الأرض، جعل بإصبعه دائرة على الأرض، ثم خط في وسط الدائرة خطا بإصبعه
النجاشي وقال لا أرى الفارق بين دينكم وديني إلا كهذا الخط في هذه الدائرة. ثم التفت إلى عمرو وقال وأنتم ماذا تقولون بالنسبة إلى هؤلاء؟ هؤلاء لم أسمع منهم إلا جميلا. كل الأفكار وكل المعطيات التي لديهم أفكار جميلة ومعطيات بارعة، أنتم ماذا تقولون؟ لا رأي لكم عندي، اخرجوا وإلا أخرجناكم من بلادي. فخرج عمرو بن العاص وجماعته، وبقي جعفر وجماعته في الحبشة، بقوا لاجئين إلى أن فتح الله خيبر. يوما انتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على يهود خيبر، ويوم وصل الإسلام إلى عزه، عند ذلك رجع جعفر، فالتقى الإمام علي وقد فتح خيبر مع جعفر وقد رجع من الحبشة، فاستقبلهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال والله لا أعلم أبقدوم جعفر أفرح أم بفتح خيبر، أنا لا أعلم أنا أكثر فرحا بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، لأن قدوم جعفر كان نوعا من الانتصار المعنوي، وفتح خيبر كان انتصارا ظاهرا من انتصارات المسلمين. فهذه الهجرة الأولى في الإسلام،